أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. توقف مستشفى جراحي في بلدة كفر تخارين في ريف إدلب السوري عن الخدمة جراء ضربة روسية استهدفته ليلة الاثنين، وقال مراسلنا إن الضربة تسببت على الأرجح بقتل وجرح مدنيين دون معرفة الحصيلة. وكانت الطائرات الروسية كثفت قصفها على مناطق عدة في ريف إدلب مستهدفة نحو 5 بلدات هناك. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريس من أن عملية التهجير القسري للمدنيين في سوريا قد ترقى إلى جريمة حرب. وفي تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي قال غويتيريس إن التشريد القسري للمدنيين جائز فقط من أجل ضمان أمنهم أو من أجل ضرورة عسكرية حتمية. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخفاق الأمم المتحدة في معالجة الأزمات الدولية، وأثناء استضافته سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في البيت الأبيض أعرب ترامب عن خيبة أمله في إخفاق المجلس في تمرير قرار يدين الهجوم الكيميائي في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر. وكان ترامب وصف الهجوم الكيميائي في خان شيخون بأنه إهانة للإنسانية. أعلنت القوات الأمنية العراقية استعادة السيطرة على 70% من الشطر الغربي لمدينة الموصل. وقال الناطق باسم العمليات المشتركة يحيى رسول إن الأراضي المتبقية تحت احتلال داعش هي أحياء تحت مرمى نيران القطاعات الأمنية، مؤكدا أن جانب الأيمن مطوق بشكل تام وتتم فيه عمليات استهداف مسلحي التنظيم. أعلنت مصادر عسكرية يمنية قتل قيادي في ميليشيا الحوثي يدعى أبو حسن السقاف وأربعة من مرافقيه في كمين لقوات الشرعية على الطريق الرابط بين منطقتي البيضة وبيحان في محافظة شبوة. من جهة أخرى قتل 4 من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بصاروخ حراري أطلقه المتمردون بموقع دبوة في عسيلان، حيث اندلعت اشتباكات استمرت لساعات عدة. حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من فوز مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبون في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أنها ستدمر فرنسا. وقال أولاند إن لوبون تشكل خطرا على الاقتصاد والحريات في البلاد، داعيا الفرنسيين إلى التصويت لمرشح الوسط إيمانويل لاكرون. الموجز إلى اللقاء.